مرحبا أعزائي وأحبائي متابعينا من كل مكان، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في قناتنا لوصفة جديدة ومجربة ونتيجتها مضمونة بإذن الله من أول استخدام. ولكن قبل أن نفوت بالفيديو أدعوكم بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. وصفتنا اليوم تقوي المناعة وتقوي الرغبة وتعطيك نتيجة مبهرة في الليل. تناولها بعد الإفطار، وإذا داومت لأكثر من أسبوع عليها ترى نتيجة مدهشة فوق الخيال. مكونات الوصفة بسيطة جدا ومتواجدة بكل بيت. 1 ثمرة من البصل، 1 ثمرة ليمون، 1 كوب ماء، و1 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي. وصفتنا متجربة ومضمونة النتيجة والمفعول. تناولها بعد الإفطار وسوف ترى نتيجة مدهشة وتقوي المناعة وتزيد من الرغبة، وفي الليل تعطيك قوة مثل قوة الحصان. طريقة التركيب: أول شيء بتقوم بتقشير البصلة وتقطعها لقطع صغيرة جدا، وثمرة الليمون تقطعها من دون أن تقشرها، قطعها قطع صغيرة جدا، وقوم بوضع قطع البصل الصغيرة مع قطع الليمون الصغيرة وضعهم في الخلاط الكهربي، وضيف عليهم 1 كوب من الماء، اخلطهم جيدا في الخلاط، ورح يكون معك نتيجة عصير مو خفيف لان قطع البصل والليمون رح تظل موجودة جواته. بعد ما تخلطوا جيدا بتجيب مصفى وكاسة وبتقوم بوضع المخلوط من الخلاط شوي شوي، لان لازم تحط شوي منه في المصفى وتضغط عليه بالملعقة مشان تصفي كل شيء عصير موجود في الليمون وفي البصل. زين، لبين ما تخلص كل المخلوط اللي موجود عندك في الخلاط. بعدها تقوم بوضع معلقة عسل نحل طبيعي وتقلبها جيدا مشان التحلية، وتناولها بالهنا على قلبك. الوصفة هاي مثل ما قلت لكم مجربة ومضمونة المفعول وسريعة المفعول من أول استخدام. بتقوي من مناعة الجسم، تعطي قوة ونشاط وحيوية، وبالليل تعطيك نتيجة كتير مدهشة وتزيد الرغبة. تناولها بعد الإفطار، وإذا داومت عليها لمدة أكثر من أسبوع راح تشعر انت بنفسك شلون صارت صحتك. وقبل ان تغادر الفيديو لا تنسى ان تترك لي بصمتك، لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات مشان يوصلك كل فيديو جديد من قناتنا. مع تمنياتي ليكم بالصحة والسعادة والتوفيق.